بعد أن أقرت الوزيرة السابقة ريا الحسن اتفاقاً لحل قضية المحروقات يقضي بإعطاء 12 تانك ونصف شهرياً لسائقي السيارات والباصات العمومية، إلا أن الحكومة الحالية لم تعر الأمر أهمية ولم تقره في مجلس النواب، مع العلم أنها أدرجته على جدول الأعمال. لذا وتماشياً مع تلكؤ الحكومة بإقرار مشروع مزاولة النقل العام للركاب، اعتصم سائقي السيارات العمومية ولجنة الأوتوبيسات احتجاجاً على المماطلة من قبل الحكومة. الاعتصام والتظاهر اللي كان يوم كان نقاب عام لسائقي السيارات العمومية في لبنان، كنا دعينا لإله كاعتصام وأضراب وتظاهر تحذيري للحكومة الحالية، لأن هذه الحكومة الحالية لم تتجرأ وتدفع للسائقين العموميين التعويضات التي اتفق مع الوزيرة السابقة ريا الحسن. النقطة الثانية اللي نحن مطلبنا كسائقين عموميين توقيف أصحاب اللوحات الخصوصية ومنع السائقين الأجانب العمل على سيارات تاكسي أو مينوباص أو أوتوبيس أو صهريج، وخاصة السائقين السوريين الذين يعملون على السيارات ويخالفون القوانين اللبنانية. امبارح واليوم الاتصال اللي صار مع الغازي العريضة حطيته أنا بالجو، قلت له هذا القرار غير شعبي، سوف نعمد إلى رفع التعرفة إلى 3000 ليرة لبنانية على السيرفيس، حرفيا نقعد ونحكي. إلا أن اللافت في الأمر، وكما في كل مرة يكون هناك تظاهر وإضراب لمصلحة المواطن، تتدخل الأحزاب السياسية لتمنع هذا التحرك متمسكة بحجج لا أساس لها. وخلال التظاهرة فوجئنا بأن المدعو جان عيد المنتحل صفة نائب نقيب السيارات العمومية أفادنا أن ليس هناك من اعتصام، وأن الاعتصام قام به منشق عن النقابة. نحن نقابة سائقي الباصات العمومية بلبنان، نحن مش معنيين بالإضراب اليوم، نحن أضرابنا ب 15 الشهر كاتحاد وكنقابات 22 نقابة نقل معنية بإضراب 15 الشهر. هذا الإضراب ما دخلنا فيه، في أحد الأشخاص بنقابتنا نحن انشق عنا وعمل بلبلة، بس نحن على الأرض مش معنيين بهذا الإضراب. لا شيء هيدا نحن بنرفضه، ونحن بندعي كل شفيرية الباصات وأصحاب الباصات 15 شهر يكونوا على الأرض معنا. إلا أنه في الحقيقة المدعو عيد والتابع لحزب الله يسوق ضد نقيب السائقين الحالي لاعتبارات ربما قد تكون سياسية. جان عيد ما إله علاقة لا من قريب ولا من بعيد، هيدا زلمي اسمه تاجر دوليب، امبارح طلع من الحبس، ما إله علاقة لا بنقابة لا إله علاقة بالسائقين لا بالتاكسي ولا من الباص ولا بالأوتوبيس، ومحكوم امبارح طلع من سجن الرومية، لأنه هاي الزلمة يتعامل مع حزب الله وحركة أمل، طبعا بده ينقال عن النقابة أو عن السائقين أنه ما إلنا علاقة لا بالإضراب اليوم ولا بالتظاهر، لأنه هذا الزلمة مدسوس من حزب الله وحركة أمل. رغم كل التضييق على السائقين لمنعهم من الاعتصام إلا أنه نفذ، وهذا التحرك هو تحذيري ولن يكون الأخير في حال لم تبادر الحكومة ومجلس النواب إلى دفع كامل حقوق السائقين، وسيكون هناك إجراءات شديدة يعلن عنها لاحقاً.